ايش عندنا اليوم؟ اي السلام عليكم خويا، مرحبا. عندنا خويا كيت امريكا، خويا وعدنا شيواوا وعدنا شوشاو خويا، كان يشيط تبيع الصباح حاجه نظيفه نظيفه بسم الله ما شاء الله. 45 يوم فاكسيني جاوهم به، شيواوا شهر ونص خويا زاد فاكسيني امور واضحه. عندنا ذكر ذاك زاد خويا حاجه مزيانه مزيانه. سامحني، فما بيوع ولا تو نشوف في السوق تبارك الله معبي، فما بيوع ولا استفتحنا وربحنا وطارت عينك يا شيطان. بعنا خويا الكانيشات الصباح وجونا به والحمد لله، عباد تعرفنا تجي خويا تهز ومرحبا بالناس الكل الحمد لله. قداش طال فيه شيواوا؟ هذا خويا 700 سوم، ولكيت اسومهم زوز ونص وتسامو بزوز ومية وما بعناش خويا. شو شو تسام بزوز وستة صاحبي وما بعناهوش، حاجة نظيفة نظيفة خويا، حاجة بسم الله ما شاء الله. اذكر هذا يا خويا معروف، حاجة مزيانة مزيانة خويا، كتشوف بسم الله ما شاء الله. شو شو خويا دم نظيف نظيف. شنو هذا الفوق راسك؟ هذا مكاك، كرد مكاكس. حاب فوق له. احكي لنا شوي عليك، قداش طلب فيه؟ لا مولود عندي هذا، عندي امه. للبيع؟ اي شات، اي شات، هات هات هات. ياز. اي للبيع؟ باش نبيعوا اي. مليون ونص. اللي باش ياخذ قرش ومش يعمل بيه سما. شنو هي لبي؟ اكريت يزي عايز جاي هاي تيتو شحوال السوق اليوم باب سوق راقد، ما فيه شيء اليوم، ما فيه حتى لا بيع لا شراء. هاك تشوف الصباح من 6 وانا لهنا فانتي ما ثم شيء. شنو عندك انت؟ عندي في الكليب هذا هو لاسكي. لاسكي لاسكي قداش طالب فيه؟ طالب فيه 600 توصل ل 450. انت قبيك قلت لي الجمعه اللي فات عطوني فيه 600. 600 ما باش نبيعو الجمعه اللي فات، 600 وما باش نبيعو تو 450 بلاش وما متباعش. ايش عندنا اليوم؟ اليوم عندنا الامريكا كيت اخويا البو شامبيون، عندنا هذا جيرو توا 45 يوم. 45 يوم اي باب فكر فاكسيني بكارني بدوني تو جاو به. قداش طال فيه؟ كارني هذا زوز ونص ان شاء الله، زملين ونص هاو الكارني، احنا كل شيء بالكارنيات، كل شيء بالكارنيات، فاكسان جاو به غارانتي. لو سمحني زوز ملايين 3 ملايين وصلوا حتى 4 ملايين، التونسي عنده باش يحط 4 ملايين في الكلب سمحني. التونسي نحن يحب البذخ، كي يلقى ريستورون به يمشي يفطر، كي يلقى اي حاجه الحوايج ياك تشوف فيهم سولد بصف الدنيا مبلعه، ويقول التونسي ما عندوش فلوس. عندنا لاباس عايش نحن، نحن ماناش تاع يكون وكل حد يحب ياخذ قطعه شيخ به. سمحني الاكبر فئه اللي تشري من عندك شنو هي؟ نساء رجال كبار صغار شنو؟ كل كلب وشنية معناتها مغرميته تاولي كانيش، وكل الماجوريتي نتاعهم بنات شيواوا زاد الماجوريتي نتاعهم بنات. ما كلب كي من هكا هكيتا الاكثريه شباب ولاد مغرومين لاباس عليهم، يقدر باش يدفع الزملاين في كلب زملاين ونص، مش باش يجيك زاد واحد يخلص في 150,000 شيخوك. كل حد وكيفاش، مش الناس كل تقدر عليه هذا. هاك تغسل انت مخلين وعاملين ديستونس تقول في عطار باش ما يخربوش من بعيد لبعيد تقول على مراد سبحان الله. الزوالي يحب يشري شنو هو؟ فما شنو حاجه تاع زوالي؟ كم معينه ينجم ياخذ برجي لينيدو ترافاي ياخو بيت بول ياخو ما عرفش تاع امريكا ياخو حاجه على قد فلوس، وعنده 300 ياخو حاجه تاع 300، مش ب 300 باش يشري حاجه ب 2 ونص فهمت؟ انا قبيلك في اول السوق قالوا لي راهو هذا يبيع بار فاسيليتي، بار فاسيليتي زاد تاخذ من عنده ميسيرش المفيد يجي يشري برك. هي باتا مسكر جورة الفاسيليتي ودير الفاسيليتي. انا الشيك ما نخدمش بيه ولا نعطيك حكايه، الشيك ما نخدمش بيه اسبيس. حتى الشيك ما عندكش بكثير. شوف الطقس البارد هذا وين قاعد.
كي ما بديش فلوس لحسبها ما كبيدين باش ندفع كيزة. انت تو دفي ولا تو ما زلت تو دفينا في خض ما زال البيق ربك لو بكري جنبه ما زلت جنبه ما زلت ينبيع واحد من هيك تغزر قيتون وخلصوا في مكس شوف الناس بادين خلصوا عليها في 40,000 شبيك بابا يلزم واحد يرجع فلوس عالفة اخويا 120,000 هيك صاحبي قالك عالفة 120,000 عالفة ب 120,000 ما لناش ناكلوا في ساقين الدجاج ولا طرف ديشي كركاس ب 500 فرنك وبدينار خويا تصرف وتلقى كاو اللي يحب حاجه بيها هاو تجيش منه تمشي انت دار مرسيدس تقول له عندي 10 ملايين حبه على مرسيدس ما تجيش على قد لحافك متسقيك خويا اليوم عندي الكانيش بيشان وعندي برجي مانينوا وعندي خطوس تركي متاع تشتيل سيامو وي تركي ولا سيامو فهمني عندي حاجه باهية اليوم فما بيوع ولا والله ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله الدنيا كازة شويه والبيوع ان شاء الله ربي ينوب علينا وكهو استفتحت انت تو ولا مازلت والله ان شاء الله على وجهك انت نستفتح انت راهو تخبى قدامي نبيع ونعم بالله فهمني وان شاء الله ربي يبقى علينا الستر ويبعد علينا الامراض هذيا وان شاء الله كما يقولوا فيها ترجع المياه لمجاريها سمع السوق معبي بالعبيد برك الا امل يتكلموا يقول لك ما فماش بيوع العبيد كلها هابطه تتفرج ايش نقول لك ما اسمع زاد فما ظروف نتاع العبيد الناس تعبه تك تشوف كانيش نتاع 500,000 انا نبيع فيه 200 دينار شين دو بوش الناس ما عندهاش قطوس سي موا كيما كاي قطوس سي موا كيما هكاي فهمتني ب 100 دينار نتاع تشتيل فهمتني ولا لا وربي يجيب لنا القسم وربي يحرك سبابها يا وليدي وكا عنصر نسائي موجود في سوق مصف باي سوق الكلاب أنا ديما متواجدة تبدا عندي حاجة سلعة نظيفة وهي نهبط ديما نعاون في روحي بليل وقت هاك تشوف فيه القراية واقفة تلامذة هاك تشوف كيفاش المرفيت ولا عجبني فما برنامج عاد تلامذة كيفاش الفوضى في المدارس والكل بالعمل يلزم نخدمه على قليل باش نبينوا للصغار اللي الخدمة راي حاجة عبادة في يلزم نعلموا صغارنا ان نحنا يلزمنا نخدموا باش نتلهيو بيهم باش نصرفوا عليهم وقت خايب شنو عندك انت اليوم؟ زوز كلي هاك شوف ابرادور عندي زوز ابرادور انت وذكر قديش طالبه فيه؟ والله 150 الكعبه مش حاجه كبيره ونساعد انا هاك تشوف نعمل سوق الزحمة موجودة والبيوع ما فهمش باش ما عادش عنده فلوس وربي ان شاء الله يفرج علينا يرفع علينا البلاء والوباء تبارك الله نشوف في السوق معبي على الاخر اما اللي نكلمه يقول لي ما فهمش بيوع كاز فماش بيوع ما فهمش فلوس عباد ما عادش عندها الوضع خايب على الناس الكل ان شاء الله ربي يفرج علينا ولاباس والله المستلزمين لاباس علينا خسيسوا في العباد عاملين معهم كان المعقول ساعة ما يبدا ناقص ما مشوه العباد راضيه على نظرا للوضعيه الموجوده تو كنت تعطينا تسعيره سامحني بتاع الكلب الكبير وكلب صغير تسعيرته قد ايه؟ تسعير شنو بتاع البيوع؟ كلب ب 500 ب 800 بمليون زوز ملايين الماكس ناخذه ونعطوا الماكس ماهوش يبدا ما عندوش معناها ماهوش شو تعمل له حسب رايك ما باعش ما استفتحش شو تعمل معاه؟ هانا كي ماشي على كيفو 2000 3000 دينار 5 كل حد كل قدير وقدره معناش سوم معناها فيكس باش تهربها العباد مازال هو يجيب لك حشاء كلب ولا زوز ما باعش شو تعمل معاه باش تقول له هز واخرج هز كلبك حشاك واخرج هانا يعني مشوا العباد نحاولوا نسيسوا الناس معناها بما يرضي الله ولا باس والحمد لله